خيانة كبيرة في مأرب ومحاصرة منشأة صافر والعرادة يتعرض لطعنة غادرة. لنشاهد التفاصيل. اندلعت مواجهات بين قوات هادي ومسلحين قبليين في محافظة مأرب سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. وأوضحت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين أفراد من اللواء 107 يتولون حراسة منشأة صافر ومسلحين من قبيلة دمشق أسفرت عن مقتل جندي وأحد المسلحين وجرح آخرين من الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات على خلفية مشادات كلامية بين حراسة صافر والمسلحين، حيث رفض الجنود تعبئة صهاريج نفطية تابعة للمسلحين القبليين. فيما تحدثت مصادر أخرى أن المواجهات بسبب خلافات على توزيع مبالغ مالية. بدورها أشارت الأوساط الإعلامية إلى أن الوضع لا يزال متوترا في مأرب الخاضعة لسيطرة جماعة الإصلاح، خصوصا بعد فشل وساطة قبلية ومحلية في احتواء الموقف. من جانبها أصدرت قبائل عبيدة بيانا طالبت فيه بتسليم قتلة أبنائها، وهددت القبائل التي تحاصر صافرة النفطية عقب المواجهات باقتحام المنشأة في حال عدم الاستجابة لمطالبها. وكانت مواجهات مسلحة اندلعت في إبريل 2021 بين قوات هادي ومسلحين قبليين من وادي عبيدة على خلفية استحداث نقاط أمنية في مناطق تابعة لقبيلة دمشق، وتسببت المواجهات بتفجير في إحدى قاطرات الغاز في الخط الدولي الرابط بين مأرب وصافرة بمديرية وادي عبيدة. إلى ذلك استهدف مجهولون بسيارة مفخخة الثلاثاء شحنة ذخيرة تابعة لقوات هادي قرب محطة بن معيل شمال مأرب، كانت قادمة من السعودية بعد وصولها إلى ميناء نشطون في المهرة الذي تسيطر عليه القوات السعودية. وكانت الشاحنة نفسها تعرضت الجمعة الماضية لهجوم بعبوة ناسفة أثناء مرورها في مديرية ثمود شمال شرقي حضرموت. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.